شو لهلأ ما نمتي؟ أنا منيحة، شكراً لأنك مهتم فيني. شو كتبتي بالرسالة؟ ما في شي مهم. يعني ما بدك تعترفي؟ لا أنا ما رح أقول. ماشي، بدي تفهمني ليش تركتني هيك لحالي يا فرهاد. ما رح أتركك أبداً. إياك تتركني مرة تانية. لأنه ما كان في حال تاني. عن جد؟ لكن ليش رجعت إجيت وراي مرة تانية؟ ليش لكن أنقذتني؟ ليش رجعت جبتني على بيتك بإيدك؟ شو اللي بدك يا مني؟ قلت لك شو عم بتفكر؟ ولا شي. ولا شي؟ ليش لازم فكر بشي؟ عم يوجعك جرحك؟ ايه واجعني. معناها عم يتحسن. منيح فرهاد؟ ايه منيح. طيب ايه. نعم يا اخو مرتي. افتح لي الباب.
خير يا أخو مرتي. فرهاد أصلان، أنت مقبوض عليك بتهمة اختطاف الدكتورة أصلي شينار ومحاولة قتلها. ما فهمت أخي؟ شو صار؟ وأنت كمان رح تجي معي أختي. عم أسألك جاوبني، قلي شو اللي صار بس فهمني. رح قلك شو يلي صار أصلي. فرهاد أصلان رح ألقي القبض عليه بتهمة خطفك ومحاولة قتلك، مفهوم هيك؟ شو؟